يدو أفرتي مال موديو دنبيو مجالة هرقيسة كسعودة شركي كلا دحايا حسبيكا وطاني ولوغو دورين ايي مشارحين تحسبيكا سيوكا قيب غالي دونا دورشادة مدحتو ايدا سومالي لان ايا سي رسمي اللو صعف ميري كدب مركي لوغو دورتا مشارحين تا سيدو كلانا لوغو انسيحي حيرك حسبيكا يهشي سيدي للاقالا اسباي سيكي كلمية سيدو كلانا وحال كاسي لوغو دورتا قدوميا كميل قاعد كايا تشكدا كبدالي دونا عبد الرحمن ايرو يهوكاميا حسبيكا وحانا مناسبة دان وآد ميقام كيد دوسره یک سوقی که لمشاریحین ترتمیسه کدید دورشون که قوه دوانگرین تورادا سیاست یه بدی تاگریاش وگو میسان که وینه حسبی که وطنی و کهوراین و حال کسی که دی قدومیا کلارده حسبی که وطنی حسین افکا و شرحی سد لوقر شیان لاتور تا چندیاش هریال ایرگوین که شنبه دی لایک بیو سیلا مطلق ساعت مدن ایو شدنا لکی سیا تازه سوکت کشوب و این وقت استاد فوتبالان مرکزی کلوب ملاس مانیا تنها کلوب ایا شوری بودی مرش عبد اویا او عبودی عبدالرحمن عبد الله عیرو مرش عبد اویا رفیق کلا او عبودی احمد مومیسل یه محمد علی عبد سیدا صانی کلوب مرشحین تحسبیه انتا سيكا ديب قديدي ديار انتا يوحكا بدل كحيركا حسبيكا وبرخات شامع باتو نفكو دكوهاد لي اياو شرحي مسؤولي انتا حسبيكا كون تانتكوما وحكا هالليسا فصلات دي ايه بحنتا تلمان تقول مبادينا حولي لماذا شبوله الى فقوط دي واجبات كوربيتا وحانا تانتا نيكا كوماتا يضربتا كوان لا عرفو يطرنا وحانا عيو الباني تانيا هاتكا حسبيكا سنركو بسوطة بكالا يطرنا يسنا بطرنا طلبت أوقات سوسة أفهمها وطلبت أفهمها وديني أمر ريبي إنت تحبك أما حسبي الله استعمالات لك على حالي انتا سيكت ابن وحا عضو قاعده حيرك حسبيكو سي اقلبية دا الله اسكو كراعي وحا ينا هالكاسي لقو انسيحي يشيسكي حسبيكو وطاني يسبايسيكا كلمية وضاقلان واسنا توتوب كعانتا لوقو تاقي يدو عيد دي دياني كرين هقاميا حسبيكو وطاني حرسي علي حاج حسن يقو دوميا كمي الگاركا حسبيكو وطاني عبد قادر جرد ايا يغانا سيودة جرى لوقو انسيحيي هجامية حزبك وطني أيها كدب أنسيحين تيسيك هل درين كيسا إساقو سيدو كلانا فارين تردارانا ودري مشارحين تترتمايا هذا البدن ودن مايو مرلا بعد وحانو هم بليينيا مشارحة مدحوينها إيا دورتين عبد الرحمن محمد عبد الله وحان ليا هم بلي مركز صدحاد قضب كارونتيان وبحي إيكو باد وحوي إيا لبدن مشارح إيكو ترتمايا مدحوين إيكو حقينكا وحن لنا هاي إن شاء الله تعالى بروسيسكو سيدا موقتا وحوص عندونا سفيرة سي عدالة قف ولوبا وقلاء دحاي عدد كوقن عداد دوران دونتا لبدا مشارحنا وحن لنا هاي سيدقن قف ولوبا وقعود كاقا استيشي اسكو كالسونو إلهاقا كو كالسونو قفنا على فكي سلامقاتو قفنا وحوي وحن إلهي وقرين مهلو ما أنت قفكي إلهي سمد وقري أيان نقون أيان قف ولوبا كتلقل إن شاء الله تعالى إنه إذكو قعما إسايستانا سيدي أبلان قادين مركا أي دعادة دورشادو كوغانعا مشرح حمد أحوين حسبيك وداني ومتالي دونا دورشادة صوصة وطايا الله دورت عبد الرحمن محمد عبد الله عرو كاسي وسي أقلبية دهك عانت اللوغو تاقاي مشارحين تم دحوينا كحيقينا ترتنك حماسة اللي كدهي وأحمد مومن سادي محمد علي عبدي أيا كورين تان لك على سارين تي في كالسن وحكوي دي درين كودة يسداي واركان محمد علي أمباستوري هادي بلغا قبول استوم أقبالي دون تان نتيجة دا كسو بحضا عدكا قلها دهي مسي وقادعي دون تان كسو دو وديمقراطية كلين قفكو دي ديمقراطية دا وحي كسو بحا دو حدو عركو حقين اي تايوان واقبالا وم taasina waxa ka dhigantaa ambassador maxamed cali waa aqbali doonaa natiijada ka soo baxda golaha dhe waxaan ku jiraa dimuqraadiyad waxa ka soo baxa qofka masuulkii hadii aanu arag wax weyn oo aad diido waa aqbalaa oo hadayda iga xaq badan ma jirto iga tac badan ma jirto guul baan leeyahay karjineen hadii ba ay timaado in musharax kale ka codbato natiijada ku qalin doontaa kulayto taas waxa iman doonta markaan shirka dhameysanayna ka hadlo doonaa ugu dambeyn waxa cod loo qaaday labada musharax ku xigeen waxayna codayntu dhacday sidani murashaxa tirada fadhida waa 629 tirada fadhida waa 629 cid ogol
محمد علي عبدي عيد أقول محمد علي عبدي قعنتها تاكتو هيا قعنتا هيا قعنتا قعنتا التجديد هيا قعنتا ثريا تريا هيا قعنتا التجديد ترى هلا سوغو تردى هلا سوغو اتشينينا كانت اتشينينا عدى اوغول احمد مومي سيد مرشح كوريكا مدحوينا عدى اوغول كانت هتاكتو كانت هتاكتو الله يرجعك كانت هيا الله يرجعك مدن احمد مومي سيد وحو عديي افر يا افرتن وحان عدكود لهين افر حبنود سداسا كو نوقدي مرشحه مدحوينه كخوينكا حزبك وطني محمد علي عابدي مشرح مدحوينه حزبك وطني لو امام بدوي وعبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يا امبازادور محمد علي عبدي او اسنا لو دورتي مشرح مدحوينه كخيغين ايا هلكاسي كجيديي كلمه كوبن او درين كود اي غوبابد اي شعب كا سومااليلان او ديريان ولا ليال marka hore hanbaliyo waan hanbaliye balan soo jeedinaya dhamaan xubnaha golaha dhexe taageerayaasha xisbiga iyo muwaadiniinta Soomaaliland waxaan leeyahay waa bilowgii guusha xisbiga ee rajaynayseen mar labaad hanbaliyada aslamida waxaan u dirayaa walaalkeen saaxiibkeen musharrax ku xigeenka maanta isla ku guuleystay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenka waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa saaxiibkayga ugu qaaliga ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani mudane axmed muumin said waxaan ognahay in kalsoonidiina aanay ahayn hadiyad ee ay tahay xil culus oo tallaabo weyn u ah ka mid ah dhalinta himilada dadkeenna ka sugayaan xisbiga wadani waa kalsooni aan culayskeeda dareemayo waxaan idinka gudoomay mas-uuliyadda xoogan ee aad i saarteen taa macnaheedu maaha waxaan ahay xisbigeenna kii ugu kartida badnaa ama aqoonta badnaa laakiin waa ii garateen waxaan ogahay inaan la-aantii aanan waxba qaban kareen waxaan ku tiirsanahay taageeradiinna taladiinna la shaqayntiina iyo barbarjoogiina waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta miisaanka leh ee ku midoobay inay ummadooda ku hagaan sinaan cadaalad iyo horumar waxaan ogahay in maanta dad badani ay niyad jabsan yihiin hungada laga qaaday siyaasiyiinteenna waana ummadda reer Soomaaliland u ballan qaadayaa inaan abuuri doono jiha beddel waxaan abuuri doonaa oan soo celin doonaa kalsoonida shacabiga reer Soomaaliland ay ku qabaan siyaasiga in waddanka laga dhigo mid loo aqoonsaday oo bulshada caalamka ka mid ah horumar dhaqaale iyo maalgashina loo raadiyo si fikirka iyo shaqo la'aanta loola dagaalamo arrintaasi waxay u baahan tahay diblomaasiyad xeel dheer iyo xiriir joogto ah oo caalamka lala yeesho uma baahna askarinimo iyo beesha caalamka oo la caayo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa intiinii ii codaysay iyo intii u cadaysay walaalkay axmed dhammaantiin waxaan idin leeyahay wadani ha guulaysto soomaaliland ha noolaato guulaysta aad baad u mahadsantihiin xisbiyada kulmiyeeya wadani oo ah labada xisbi ee tartanka ugu weyn ee doorashadu ka dhaxeeyo ayaa soo xushay musharrixiinta u tartami doona doorashada soo socota iyadoo xisbiga uu cidna weli khilaafkoodu taagan yahay walow maxkamaddu hore go'aan uga soo saartay waxaana la odhan karaa waxaa tallaabo muhiim ah loo qaaday dhinaca doorashooyinka
ولو بلنسي هاي بشمار جسانة كسوس وضع ومحمد عبد إبراهيم كالسن تيفي مقالة هرقيسة.